رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى مجلسي النواب والشورى رئيسا وأعضاء على التعاون المثمر مع الحكومة فيما يتعلق بإعداد الميزانية العامة للدولة 2017-2018 والتوافق بين السلطتين على المبادئ والأولويات الاستراتيجية المتعلقة بالميزانية. بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية في محافظة القطيف أثناء قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن، مؤكدا المجلس تأييد مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب وحفظ أمنها واستقرارها. وأكد مجلس الوزراء على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله. على صعيد ذي صلة، فقد أدان مجلس الوزراء بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في محافظة شمال سيناء، مؤكدا المجلس تضامنه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييده فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه بشأن توجيهات سموه للوزارات الخدمية بتلبية احتياجات الدراز وعلى وعالي والمحرق ومدينة حمد من الخدمات الإسكانية والبلدية والمرافق العامة والطرق والصرف الصحي. وأخذ سموه علما بما تم اتخاذه من خطوات فنية تمهيدا للشروع في البرامج التنفيذية وذلك من خلال التقارير التي رفعت إلى سموه لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير المزيد من مواقف السيارات في الأحياء القديمة منها المحرق عبر الاستملاكات للتسهيل على المواطنين والتيسير على مرتدي المرافق الصحية والتعليمية في تلك المناطق، موجها سموه إلى الموافقة إلى استملاك 5 مواقع في جلالي وتخصيصها كمواقف عامة. ووجه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى إصدار قرارات الاستملاك اللازمة وذلك في ضوء المذكرة التي رفعها الوزير لهذا الغرض. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتعديل فترة حظر صيد الروبيان هذا العام ليبدأ موسم السماح بصيد الروبيان اعتبارا من أول أغسطس 2017 وذلك استجابة من سموه لمناشدات الصيادين وحرصا على أرزاقهم، موجها سموه الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم على أن يراعى في المواسم المقبلة تزامن فترات حظر صيد الروبيان في المملكة مع دول مجلس التعاون الأخرى. إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بنظافة الشواطئ والمرافق وضمان خلوها من أي مخلفات وأن تزال فورا إن وجدت بما في ذلك المنطقة الواقعة في محيط مرفأ بندر الدار، موجها سمو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى اتخاذ ما يلزم للتأكد من سريان العقود مع شركة التنظيف. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة توفر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في السكن الجماعي والمشترك للعمال طبقا للقرارات والأنظمة المعمول بها، وكلف سموه الجهات المعنية مراجعة العقود المتعلقة بسكن العمال ومواصلة المسح الشامل لسكن العزاب بما ينسجم والرغبة المقدمة لهذا الغرض من مجلس النواب. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها من ما يلي: هذا وقد وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفئة العمرية 15-29 سنة هي فئة الشباب التي تستهدفها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالبرامج والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضة والإحصائيات المتعلقة بهذه الخدمات والأنشطة بما لا يتعارض مع المعايير الدولية والتشريعات القائمة دون أن يمتد إلى مجال سن التشريعات، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مذكرتها التي رفعها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون
الشؤون القانونية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لاجتماع التأسيس الأول لصياغة استراتيجية تنفيذ عربية لاستخدام الحوسبة السحابية في التعليم، والذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة اليسكو، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم. ثالثا، حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 3 اتفاقيات خدمات جوية بين مملكة البحرين وكل من ماليزيا وبروناي ودار السلام والبرازيل، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. رابعا، في إطار حرص المجلس على تجديد العقوبات على إحراز وتعاطي المواد المخدرة وحظر استيرادها، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار مادة الشابو كمادة مخدرة بدلا من اعتبارها مادة من مواد المؤثرات العقلية، وبناء عليه تنقل من المجموعة الثانية بجدول المؤثرات العقلية إلى المجموعة الأولى بجدول المواد المخدرة المشار إليها في قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 15 لسنة 2007، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة. خامسا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، وافق على مسودة رد الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصته به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.